فيكم بلبنان بضيعة عم شيت يلي هي ضيعة حد مدينة بيبلس، ضيعة على البحر. نحن حاليا بقصر يعود إلى القرن 19. هستقبلكم، تفضلوا. يا أهلا وسهلا فيكم. لكن اليوم حلقتنا سبيسيال، أكيد عرفتوا أنه موضوعها عن لبنان، حنروحوا بالموسيقى، حنتعرف على لبنان أكثر. هيك أنا بلبنان. فلكن ما تنسوا مشاهدينا، عندكم 400 نقطة تجمعوا لتقدروا تربحوا معنا جائزة 100 يورو، أما إذا جمعتوا 960 نقطة فيكم تربحوا معنا 50 يورو زيادة. تفضلوا يا أهلا وسهلا. حبلش بالسؤال الأول معنا لليوم، بيقول: ما هي أقدم مدينة بلبنان؟ هل هي بشرة؟ هل هي بعلبك؟ هل هي بيروت؟ أم هل هي جبيل؟ لكن ما هي أقدم مدينة بلبنان، معروفة جدا. سبق ونحن قلت أنه نحن قاعدين حدا، ما تنسوا أنه أول سؤال عليه 10 نقاط، والجواب الصحيح فهو أكيد مدينة جبيل، معروفة ببيبلس. هي مدينة لبنانية بمركز قضاء في محافظة جبل لبنان. حزوركم شوي البيت، هيك نحن ببيت عريق جدا. هون بدي اتشكر عائلة لحود يلي قبلت تستقبلنا بهيدا البيت يلي عنده تاريخ كثير مهم. نحن هون بأوضة حاليا بالنسبة كانت طلعت النسبة مئوية، نحن بأوضة فيها 8 قناطر، يلي هيدا الشيء وحيد وقليل جدا، نادر انه نلاقي 8 قناطر بأوضة واحدة مجموعين. هيدي الطاولة المائدة. بحب اذكر مشاهدينا انه هيدا البيت مستوحى من الهندسة مستوحى من الدين الاسلامي. هلا حفرجيكم كم شباك مستوحى من هيدي الهندسة في الصالون جوا. لكن خلينا نشوف النسبة المئوية. النسبة المئوية لهيدا السؤال، بدي اقول مبروك لحسين، ربحت معنا 10 نقاط يا حسين. عنا 86% جاوبوا صح، الف مبروك. لنروح الى السؤال الثاني، كفوا معنا مشاهدينا. السؤال الثاني بيقول: من لحن النشيد الوطني اللبناني؟ هل هو عاصو رحباني، رشيد نخلة، وديع صبرة، ام سمير صفير؟ لكن من لحن النشيد الوطني اللبناني؟ كلنا للوطن، للعلا للعلا، من عيل الزمن سيفنا والقلم، والجواب الصحيح فهو وديع صبرة. أكيد النشيد الوطني اللبناني هو من ألحان وديع صبرة وكلمات رشيد نخلة. مشاهدينا بدي أذكركم ما تنسوا تستعملوا الجوكر وتضاعفوا نقاطكم إلى 3 مرات و5 مرات أكثر لتقدروا تربحوا معنا، أم إذا ما كنتوا أكيدين من الإجابة فيكم تستعملوا مساعدات. السؤال الثالث مشاهدينا، خلينا نشوف مين ربح معنا بالسؤال الثاني وجاوب معنا صح وكان الأسرع بالإجابة على هيدا السؤال. عنا أحمد ربحت معنا 10 نقاط، ألف مبروك. خليني ضيفك يا أحمد مسيسة عمشيتية، هيدي سبيسياليتي تبع عمشيت ضيعتي. ما بعرف إذا عندكم بيعملوا صفوف بدبس بتشبهها بس مش هي ذاتها. سؤال ثالث: من كتب كلمات أغنية يا بيروت للفنانة ماجدة رومي؟ محمود درويش، نزار قباني، كريم العراقي، أم غسان كنفاني؟ من كتب كلمات أغنية يا بيروت للفنانة الكبيرة ماجدة رومي؟ يا بيروت يا بيروت يا بيروت يا سد الدنيا يا بيروت. بدكم شو اسمها هيدا؟ لا، سمسمية وعينا فسقية. حبوا سمسمية فسقية. عنا مدلين هون فرنسا كمان، جاتو على أورانج. بتعرفوا الشعب اللبناني مضياف جدا، والجواب الصحيح هو الشاعر الكبير نزار قباني اللي كتب أهم أشعار غنون ماجدة رومي وقاسم الساهر وعدة فنانين آخرون. خلينا نشوف كم حدا جاوب معنا صح على ثالث سؤال. عنا 38% جاوبوا نزار قباني، ومبروك أيضا لأحمد لأنه جمعت معنا 20 نقطة. كفي معنا يا أحمد، بركي تكون معنا رابح بحلقة سبيسيال لبنان. السؤال الرابع مشاهدينا بيقول: ما اسم البلدة اللبنانية التي ولد فيها جبران خليل جبران؟ جبال شرق، بعلبك، أم زحلة؟ أين ولد الشاعر الكبير جبران خليل جبران؟ عم بستقبلكم من دار عربي على الأصول، ناقصنا قليلة وقهوة، يعني رجعنا إلى الزمان لورا، لأنه هلا البيوت اللبنانية كمان صارت أكثر معاصرة، بس هيدا البيت سبق قلت لكم هو من سنة 1876 بلش يتعمر وأخذ وقتا طويلا ليتعمر كله سوا، لذلك كمان أيضا بنلاقي إنه في هندسة رومانية بقلب البيت أيضا، ليس فقط عثمانية. خلينا نشوف النسبة المئوية للسؤال الرابع. كنا مع جبران خليل جبران اللي هو ولد ببشرة، بمنطقة بشرة الأرز، مين ما بيعرف غابة الأرز معروفة جدا بلبنان، بنصحكم إذا زرتوا لبنان زوروا متحف جبران خليل جبران وأيضا غابة الأرز. عنا 100 نقطة ربحت معنا يعدوا، ألف مبروك. 24% جاوبوا صح، 36% جاوبوا بعلبك معروفة جدا، بس لكان جبران خليل جبران الكاتب الشهير اللبناني واللي بيعتبروا الأمريكان أنه كتابه النبي هو تاني أكثر كتاب مقرأ بعد الكتاب المقدس، فهو من بشرة مش من بعلبك. السؤال الخامس مشاهدينا هروح أطرحه على ابنة عمي اللي موجودة في الدار الرابع، يمكن عم نزورها. هاي عندي سؤال لإلك: ما هي الأكلة التي تعرف بها بلدة بعلبك؟ السفيحة، ما بعرف هلا بنشوف، الكبة، فلافل، بابا غنوج، أم لحم بعجين؟ هلا هي السفيحة بعلبكية معروفة وهي أحد من هود الأكلات اللي سميتهم، هل هي الكبة، فلافل، بابا غنوج، أم لحم بعجين؟ سفيحة بعلبكية، والجواب الصحيح فهو لحم بعجين صحيح. بعرف انه انا بلحم هي العجينه بحطوا بقلبها لحمه مع خلطه معينه وبحطوها بالفرن، بس شو بتفرق اللحم بعجين عن السفيحه البعلبكيه سبيسيالمون؟ لانه بيعملوها من شكل بشكل مربع. خلينا نشوف النسبه المئويه على السؤال الخامس، 200 نقطه اجت لوف سوريا، انا بكفيها بقول لوف لبنان ربحت معنا 200 نقطه 200 33% جاوبوا لحم بعجين، ألف مبروك. كنت عم خبركم سابقا مشاهدينا لكم الشبابيك يلي مستوحين من الدين الإسلامي، أما هون عنا الهندسة الرومانية. ونروح إلى السؤال السادس، والسؤال السادس بيقول: في أي سنة أطلق المصمم اللبناني العالمي إلي صعب أول عطر باسمه؟ 2009، 2005، 2011، أم 2002؟ هأترككم تفكروا مشاهدينا، نحن عم نعمل جولة بالقصر، لكن ما تنسوا مشاهدينا إذا ما كنتوا أكيدين الإجابة فيكم تستعملوا المساعدات وتحسبوا إجابتين، والجواب الصحيح فهو سنة 2005، يلي أكيد إلي صعب المصمم العالمي اللبناني يلي مشهور جدا، هو ذهب إلى باريس ودرس هونيك ثم عاد إلى لبنان وبدأ عمله في لبنان. أكيد هو ملبس أهم المشاهير مش بس العرب، بس كمان كجينيفر لوبيز و باميلا أندرسون وغيرهم. خلينا نشوف كم حدا جاوب معنا صح هلا. السؤال السادس عنا أحمد عبد النبي، 200 نقطة يا أحمد، إن شاء الله تكون من أحد الفائزين معنا لليوم. 39% جاوبوا صح، ألف مبروك مشاهدينا، إن شاء الله تكونوا حاضرين للسؤال السابع. والسؤال السابع هأخذكم على الكتب، هون عم تضيف بنت عمي، أهلا وسهلا، هودي مادلان جايين من باريس لكن هيك بركي من الكتب بتستوحوا. السؤال السابع: كم عدد السياح الذين زاروا لبنان عام 2015؟ أنجلا بتعرفي. السؤال السابع: نصف مليون، مليون، مليون ونص، أم مليونان؟ شو بتقولي أنجلا؟ مليون ونص. مليون ونص ممكن، أنا بقول مليون أما مليونان وجواب صحيح فهو 1.5 مليون صحيح، مع إنه السؤال سبع شوي صعب. أنت كيف عرفته؟ ما بعرف، عم بقدر. تقدرت. فيكم أنتم تقدروا مشاهدينا، وما تنسوا تضعفوا نقاطكم بركي هيك بتربحوا. أشارت الإحصاءات إلى أن عدد السواح الذي زاروا لبنان في العام 2015 بلغ يقارب 1.5 مليون سائح، اللي هذا شيء كثير منيح. أكيد بتعرفوا لبنان بلد سياحي بامتياز. خلينا نشوف كم شخص جاوب معنا صح. عنا أوركيديا ربحت معنا 400 نقطة، ألف مبروك يا أوركيديا، أنت من أحد الفائزين معنا اليوم بالجائزة 100 يورو. إلى السؤال الثامن مشاهدينا اللي هو ما قبل الأخير، والسؤال الثامن بيقول: في أي سنة أطلقت أغنية أحن إلى خبز أمي للفنان مرسال خليفة؟ 1976، 1986، 1990، أم 1988؟ أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وهي سنة 1996. بحب أذكر مرسال خليفي هو من ضيعته، من هيدي الضيعة، ضيعة عمشيت بلبنان. منزله مش بعيد جدا عن مطرح ما هلا أنا. يا ريت لو مش عتمة برا كنت أخذتكم وزورتكم شوي الضيعة، بركي غير مرة ما حدا بيعرف. خلينا نشوف النسبة المئوية. مبروك لداركمان أبو سبسو، 400 نقطة كمان، أنت من أحدى الفائزين معنا لليوم. إن شاء الله تكونوا كتار اليوم معنا. 34% جاوبوا صح، 1976. إلى السؤال التاسع والأخير، وعم بتحبوا نخلص من المسابقة اليوم. ما بعرف نرجع ناخدكم لبرا، ساعة برا، خلينا هون. لكن من بنى قلعة جبيل في لبنان؟ الفينيقيون، الرومان، العثمانيون، أم الصليبيون؟ من بنى قلعة جبيل في لبنان؟ ما تنسوا مشاهدينا آخر سؤال على 100 نقطة، إذا بتحبوا تضاعفوا نقاطكم وتكونوا كمان من أحد الرابحين معنا لليوم. سؤال سهل جدا، والجواب الصحيح فهو، تعالوا نفوت لجوا نقعد سوا وخبركم من بنى قلعة جبيل. الصليبيون هن يلي بنوا قلعة جبيل. جبيل هي مدينة مش كتير بعيدة من هون، هي من أقدم المدن مثل ما قلنا، وهي أكثر المدن فيها سكان، أكثر من المدن القديمة اللي فيها سكان. ما تنسوا إذا جيتوا على لبنان تزوروا جبيل، تزوروا علبك، تزوروا بشدة، تنزلوا على عمشيت، حكوني أنا بزوركم شوي، بعملكم بالنا بالضيعة. خليني أشوف النسبة المئوية على آخر سؤال. عندنا 500 نقطة، أحمد 33% جاوبوا صح على آخر سؤال. إن شاء الله تكونوا كتار معي مشاهدينا اليوم، لا تربحوا بركي عم شي تكون لك لإلكن. عندنا 9 كومبيان ماريون؟ داكر، لكن عنا رابح واحد معنا لليوم بجائزة 960 نقطة، و158 ربحوا بجائزة 100 يورو. ألف مبروك مشاهدينا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معي بالجولة اليوم بهيدا القصر المميز. بحب أشكر عن جديد عائلة لحود يلي قبلت تستقبلنا بهيدا القصر وعملت لنا مسيسة عمشتية كمان. ألف شكر، شكر للأكيب بباريس، أيضا شكر لخيي اللي حامل الكاميرا، لبنت عمي يلي شاركتنا اليوم بالحلقة. أنا بعطيكم موعد مع زميلي محمد غدا، وانطروني قريبا جدا باستديوهات باريس. إلى اللقاء.